مشاركتي في برنامج دورك كانت منذ الفورم مراكش، كانت في الفورم مراكش، ثم شاركت أيضا في الفورم بيروت. لأني عشت التجربتين كانت حاجة مؤثرة جدا بالنسبة لي أنا، وحاجة مهمة جدا لأني نجمت أني نشوف التجربة متاعنا في المغرب، ثم التجربة متاع المشرق زادة، ونقارن بين الزوز فضاءات من حيث الشباب من ناحية، لكن أيضا الفضاء المحلي والديناميكيات اللي موجودة داخل هذا الفضاء العمومي المحلي. اليوم في اجتماع الخبراء زاد نشارك كتتمة، ومعنى يتبع ما حضرت له في مراكش وفي بيروت، اللي هو يلخص تقريبا التجربتين اللي عشتهم، التجربتين اللي أضافوا لي برشا في رؤيتي وتصوري للمشاركة الشبابية من خلال تقاسم تجارب مع مشرقية وتجارب مغربية والمقارنة بينهم، اللي يعطي معنى قيمة مضافة للرؤية والتصور اللي ممكن يكون عليه كأفضل وكممارسات جيدة من ناحية في مجال هذا، لكن أيضا كعمليات دعم ممكنة باش تكون للشباب، أو برامج ممكنة تقوي وتدعم مشاركة الشباب في الفضاء المحلي.